أنا ما أستغربه اليوم هو هذا الصمت لما يتعرض له الشعب القبيلي المحتل اليوم. هذه منذ أسبوع والقبائل المحتلة تعيش على إضراب شامل بعد أحكام قاسية أصدرتها المحاكم العسكرية السورية بإعدام أكثر من 40 شاب جزائري ظلما وعدوانا بتهم واهية وفي محاكمات تغيب فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولكن لا أحد يتكلم، الكل صامت. لذلك من هنا من قلب سوس نعلن أنا شخصيا عن تضامن مع الشعب القبيلي المحتل حتى تحرير أرضه، ونعلن إدانتنا للأعمال الإرهابية الإجرامية للنظام العسكري الجزائري في حق أبناء الشعب القبيلي، لأن هذه الأحكام راه ما كاينش حاجة ديال الظلم أكثر من هذا الشيء، ما كاينش حاجة ديال الظلم. تهم واهية حرقتوا الغابات، راه الغابات معروف شكون اللي حرقهم، راه الكتاب ديال العشرية السوداء اللي كان داروا أحد الضباط ديالهم اللي هو منشق، راه معروف من يدبر هاد الحرق ديال الغابات، راه معروف. وتانيين كل مره كتهموا، مره تهموا هنا مره تهموا هنا، واليوم باش تجيبوا ابرياء باش ديروهم هذا عيب. راه ثقافه احراق الغابات هي ثقافه بعض الجنرالات اللي مازال كتحكم في الجزائر، وتاريخهم في هذا المجال لهم باع طويل في هذا الجانب. لذلك كما قلت نحن ندين هذه الأحكام الظالمة الإرهابية في حق هذا الشباب ديال القبائل، ونعلن تضامننا مع الشعب القبيلي حتى تحرير أرضه. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.